ايدك لله يابا، طلعتني من الكتاب. ده زماني بعرف افك الخط. ده انت واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطا. طنطا واحد. ايه واحد؟ اثنين نفس واحد. قول يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ منصورة اثنين. صوفيا صوفيا الوشمة. طب عندي الشفة. صوفيا صوفيا طب عندي الشفة اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوه. صوفيا ايه؟ صوفيا صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص، ما هو يطلع زي ما يطلع. سونيا جميلة جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي، ده في المعصرة. واروح ال ال المسهرة دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ، انا مش فاضيلة. أول مرة تنزل مصر. إيه؟ أول مرة تنزل مصر. إيوه، أنا أول مرة أنزل مصر. لا أنا ما قلتلكش. ما قلتليش إيه؟ مش أنا أمي ماتت. الباقية في حياتك. حياتك الباقية، صحيحكم مشكور، ما نجيلكش في حاجة وحشة، وتعبت نفسك وجيت لهم مصر. نعم. انقهرت عليها، هي اللي كانت فاضلاني من الدنيا، لا ليا لا أخ ولا أخت ولا أب ولا كفة شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش، اصل انا معرفهاش ولا الحكومه حتى تعرف، ولا احنا عايزين نعرف حد، ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى؟ الا مهم، من غيره العماره ما تتبنيش، هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصار. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه المسعره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتدي له الورقه دي، هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالك. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي حضرتك. اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي، مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف بقى؟ دي الكوبايه 8 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الماء البيضاء دول ب 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ ثلاثة تعريف اهم، حلو قوي كده كويس، متخش وسطك. محدش يدفع أكتر من ثلاثة تعريف. أمر لله. أنهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب إيه؟ باب باب إيه؟ أنت كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي، باب إيه يا برطوشي؟ باب إيه؟ باب الوزير. هما الوزراء بقى لهم أبواب؟ أمال باب إيه بس؟ باب ايه؟ هو باب حاجه ما تتاكلش. تتشرب ولا بتشرب؟ امال باب ايه؟ باب. ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويله، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه. هي باب اللوق دي عليك نور. طب يا اخي قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا شعبك. يلا يلا. امر لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. ايه
هنداوي هنداوي انت هنداوي. قوم افتح الباب يا راجل بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولي الام يا ولي، مين حاجه نفسها سيدي؟ الام قوم يا راجل افتح تهدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين مش لحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي، مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خال، ما قلتيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتلي؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصحش قوم تعالى معايا هناك. قوم. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا وتوعد اهدي، احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السنيه. سنيه؟ ايوه بتاع حبيبه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا صحه تهد جبال. انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيامتك. قوم. معلش يا راس ابعاد، معلش، الواد جديد لسه. مولة الناس يا ابوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك؟ مطول على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم، قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني ياني ياني اهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتبوق لنا كمان يا ولية. يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. ما تشد حيلك امال يا حسن. ايه؟ شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح ده؟ عشر يا امال. بلوزه بلوزه. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزه. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر.
اتفضل يا ريسني. شيل يان شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. هات شيل يان يان شيل. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا قول؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده. طب حش وصل. بقول لك ايه احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكم شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخه. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع حزم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال. حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لوحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشة تعرف يا اخي. معلش ما تخليش بالك. هو بني ادم على نياته وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو فرحنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. قال لي لا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ هات يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالي. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. أيوة بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقه تواليت. ورقه تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر.
خد خد زهقتنا يا شيخ. شامو حسن اهو. مش ليش شامو حسن؟ قال لأ. انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شامو حسن؟ هو شامو حسن ومو حسن عليه ايه؟ طب فزه وبتخمد. انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. قال لأ. تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شامو حسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. يعجبك قوي. الله يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحيرة. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيره. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في ايه؟ اهو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكلي. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضه مغفل. انت يا ست انت لئيمه. انا عارف انت قصدك ايه بالظبط، يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضه قليل الادب. ما تتلم يا روح خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله. ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس على رجلك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. هي دي قله الادب دي. انا لا بصبصت لها ولا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبه.
حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزيادة على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزة شوية مغات بالمرة. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق. اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا. ها زحلقته؟ لا شغلت. يعني ايه؟ هو حتنه وقعد في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يصبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرامب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه ده يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق. اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك. ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا وليه؟ اجري روحي بلا هبل. يلا امشي، احنا بنربي هنا فلان وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. اله ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا وليه روحي. لا احنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي وليه مجنونه بره. هي بتقول رجل عفريت بره. هتيجي تاكل احسن. ايه تاكل؟ انا مكسوب. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار مطلع ما يقول صاحبه. قال يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حلف في الشغلانه ده. انت بتلفق في ايه؟ هتروح اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربي يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اختي زي هتنفخر بيا اخي نفخر. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرر العربيه. يجرر العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت فز من هنا. قومي قومي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمه ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعه ساعه قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فز انت اهو. قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر. قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. يخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي؟ تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟